سيدي ومولاي بالفضل العباس بن أمير المؤمنين السلام عليكم جملة شهداء كرب بلا وسيران كوف وشام جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن صحابة التي جاهدت الحسين وشايعات وبايعات وتابعات على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبو الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين السلام عليك يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر السلام عليك يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق السلام عليك يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا السلام عليك يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي السلام عليك يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشيطان السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك واجعلنا من أعوانه وأنصارك السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة جميعا ورحمة الله وبركاته اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مہاجرات کی خیریت کے لیے تمام مریضوں کی شفا